الحكم، انا اشوف، انا ما اعترض على قرار طرد الريمين سولاقا حقيقه، لكن اعترض على القرارات التفاصيل الصغيره. احيانا اكو كارتات صفر يعطيها المنتخب الكويتي ما اعطاها، هذه تاثر التفاصيل الصغيره، الاحتكاكات مع لاعبينا داخل المباراه، فاولات انه ما احتسبها. لذلك هذه الحالات اثرت تاثير سلبي مع طردنا احنا، اثرت تاثير سلبي على تسجيل الهدف او وصولنا للهدف. هل جامل الحكم الياباني منتخب الكويت اليوم؟ الحكم كان احسه يعني حتى مرتبك، يعني الحكم احسه مو بوضعه الطبيعي، مو انه انت تشوفه دائما بالبادي لانجوج مال شكله وجسمه، تشوف الحكم بوضعه الغير طبيعي اليوم حقيقه، حتى تشوفه مرتبك لما يجون اللاعبين، وكانما ما يقدر يقود مباراه بحجم ديربي بحجم الكويت والعراق، يعني كانت المباراه اكبر من الحكم، فلذلك ما قادها، كانت الاولويه والقرارات ينطيها لصالح الفريق لصاحب الارض والجمهور. دكتور، هل جامل الحكم الياباني منتخب انا ما اقول جامل، بس انا اقول ليس بمستوى المباراه، اعتقد كانت المباراه يعني افلتت من ايده، شاهدنا في كثير من الحال غير منصف، لانه انت حالات خطره، كان على الاقل يمنح البطاقه الصفراء، ما شفنا البطاقه الصفراء على الفريق الكويتي، الفريق الكويتي لعب بقوه، وصراحه الفريق الكويتي ليس بتلك القوه، لكن هو يعني استفاد من ظروف المباراه، زخم المباراه الحماسي، ما شعرنا، ما عنده خطوره على فريقنا، يعني انت كل مباراه ماكو تهديد لجلال حسن، بالعكس احنا يعني لو ان الظروف افضل من هذه، على الاقل لو باقين بالتشكيله الكامله، ما اعتقد نخرج بهذه النتيجه. لكن هي درس، لأنه أنت تلعب في ملعب المنافس ممكن تجينا ظروف أقسى من هذه. أنا أعتقد الحشد اللي قبل المباراة وعملية الجدال وعملية التصعيد، طبعا بدوها يعني الكويت للأسف، تصعيد غير مبرر، كثير من الأمور صار بها تجاوزات، حتى على موضوع الجمهور، موضوع يعني كثير من الأمور ما كنا نحب تمضي بهذه الطريقة، لأن هي مباراة رياضية، يعني ما يصير تخرج عن قالبة. حاولوا يعني ينفخون المنتخب الكويتي بأي طريقة، على اعتبار هو تعادل ويا الاردن، سووه كانه بطل الابطال، واحنا شافنا يعني الفريق الكويتي اليوم ما عنده خطوره ولا عنده لاعبين بذلك المستوى اللي نقول هو يعني ظروف المباراه اجت لصالحه، قدر يبقى بالمنافسه، لكن صراحه لو ان فريقنا متكامل اعتقد الفوز راح يكون حليفنا، لكن احنا نقول خلينا نستفيد.